الموت يفجع الفنان محمد باسو والراحل شخصية معروفة. إليكم التفاصيل. فوجع الممثل الكوميدي محمد باسو مساء أمس الاثنين بخبر وفاة ابن خالته الكوميدي الشاب عبد الهادي الصالحي. وأعلن باسو عن خبر وفاة خريج برنامج اكتشاف المواهب ستاند اب عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام. وتقاسم باسو صورة الراحل عبر خاصية ستوري أرفقها بتدوينة جاء فيها: بعد صراع مع المرض انتقل اليوم عبد الهادي الصالحي ابن خالتي إلى جوار ربه، اللهم أسكنه فسيح الجنان وألهم الأهل الصبر والسلوان. وحرص مجموعة من الممثلين الكوميديين على تقديم واجب تعزية لأسرة الفقيد عبد الهادي الصالحي على رأسهم عبد العالي المهر الشهير بطاليس.